سلام المسيح. إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحياة، بحييكم، وخاصة مشاهدينا في السعودية ومشاهدي برنامج المجلة السعودية. اسمي ناصر موسى، مقدم برنامج ترنيمة وعود. أحييكم تحية تقدير، تحية محبة وسلام المسيح، له كل المجد اللي علمنا المحبة للجميع. في هالبرنامج بنعمل ترانيم وتسبيح خاصة فيكم وموسيقتكم. بصلي هالترانيم تكون بتوصلكم، تلمس قلوبكم وبتعرفكم أكثر في الإيمان المسيحي اللي بيتضمن محبة كبيرة لكل واحد ووحدة فيكم، وبصلي إنه تعرفوا الحق والحق يحرركم في المسيح يسوع. آمين. أحبتي المشاهدين، وبعد أسبوع كامل نعود في فقرة جديدة من فقراتكم خلك مع المسيح، اللي تناقش أمور حياتك اليومية وحلولها على ضوء نور المسيح. اليوم حنتكلم سوا عن قول المسيح: فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. متى 5:29. هل المسيح يبيك تقلع عينك بشكل فعلي لو كانت هي سبب الزنا؟ طبعا الجواب لا، لأن الآية تقول عينك اليمنى، ولو كان المقصد هو العين نفسها كان قال اقلع عيونك كلها، لأن الإنسان أكيد بيشوف بعيونه الثنتين. المسيح يقصد أن تكون أنت نقي وتعيش القداسة من جوا. المسيح يبيك كامل، يبيك كامل صحتك ومش معلول. لو الواحد عينه سببت له الزنا وخلعها، هي العين الثانية موجودة وبتزني. طب لو خلعت التنتين، ايش حتسوي بالصورة اللي قدها ترسمت في عقلك ودوما تتذكرها؟ الكلمة اليونانية المستخدمة بهالآية هي: لو كانت عينك فخ اخلعها. الفخ ايش هو؟ الطعم اللي يستخدموه للصيد. يعني لو كانت عينك هي الفخ، يعني لو كان في شيء هو الفخ اللي يخليك توقع في خطية الزنا، فهذا تشيله من حياتك. وهذه الأمثلة ممكن تساعدك على سبيل المثال مش الحصر. مثلا تقدر تبتعد عن رفقاء السوء والأماكن اللي تشجع على الزنا والرذيلة، أو تشغل نفسك بأشياء مهمة مثل خدمة الشيبان أو زيارة المرضى أو خدمة المحتاجين والفقراء. التصق واقرأ كلمة الرب باستمرار، لأن كلام الرب بيغسلك باستمرار ويخليك نقي. أفسس 5:26. أصلي أن الرب يستخدم كلماتي البسيطة هذه ويكون فيها حل يساعدك على طاعة الوصية بشكل أفضل. وبركة المسيح معكم جميعا. آمين. مثل ما تشتاق الغزلان إلى جداول الماء، كذا تشتاق نفسي لك يا الله. نفسي عطشانة لله الإله الحي، فمتى أجي ووقف قدام الله؟ قد صارت دموعي طعامي الوحيد نهارا وليل، إذ إنهن قال لي كل يوم وين إلهك. يوم أتأمل في نفسي تعاودني هذيك الذكرى، كيف كنت أمشي محشود العابدين المحتفلين بالعيد، وأقودهم في الحضور إلى بيت الرب هاتف معهم فرح وحمد. ليش أنتي مكتئبة يا نفسي؟ وليش أنتي قلقانة فيا؟ ترجي الرب فإني أبقعد أحمده لأنه عوني وإلهي. إلهي إن نفسي مكتئبة في، علشان كذا أذكرك من وادي الأردن ومن جبال حرمون ومن جبل مصعر. أمواج النكبات توالت عليك ما توالى مياه شلالاتك،
يبدي الرب لي رحمته في النهار، وفي الليل ترافقني ترنيمته صلاة لإله حياتي. أقول لله صخرتي ليش نسيتني، ليش أطوف النايح من مضايقة العدو. لقد عيرني مضايقيني وسحقوا عظامي، إذ إنهم يقولون لي طول النهار وين إلهك. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فقرة جديدة من فقرات سعودي مسيحي. من أجمل المواقف اللي أخذتني إلى عمق غزير ومرحلة جديدة في علاقتي مع الله، هي أول مرة أصلي فيها كإنسان مؤمن بالسيد المسيح، فكانت بالنسبة لي تجربة فريدة وجميلة، غيرت كل مفاهيمي الخاصة بعلاقتي مع الله الخالق، وكيف كنت أنظر للصلاة قبل معرفتي بالسيد المسيح، وكيف اختلفت نظرتي لها كلياً بعد تعرفي عليه. فبعد صلاتي أنا والقس اللي ساعدني في رحلتي للتعرف على السيد المسيح، وفي وقت من أجمل أوقات حياتي واللي شعرت فيه بقربي الشديد من الله وبروحانية ملت قلبي وروحي محبة وسلام، وبنفسي سعيدة وفرحانة وخفيفة وكأني رميت كل حملي عليه، اكتشفت بعدها أن عمري ما عرفت المعنى الحقيقي للصلاة قبل صلاتي للمسيح، ولا عمري استمتعت بصلاة قبل صلاتي للمسيح، ولا عمري تمنيت صلاتي تطول إلا أثناء صلاتي للسيد المسيح. ولا تغيرت حياتي، ولا تغيرت حياتي كلها إلا بعد صلاتي الأولى للسيد المسيح. فعشان كذا أنا اليوم في خاطري أتكلم معاكم عن تجربتي، وأقول لكم كيف كان شعوري في أول مرة صليت فيها كواحد مسيحي. فبعد معرفتي للسيد المسيح وتيقني من حقيقته، قررت أتبعه وأمشي في طريقه وأقبل نعمته. فطلبت من القس الله يذكره بالخير يعلمني كيف أصلي. يا الله، كيف كنت مصدوم وفي نفس الوقت فرحان من المعلومات اللي عرفتها عن الصلاة المسيحية. فكنت رايح بخلفيتي ومفهومي المعروف عند أغلبكم عن الصلاة الإسلامية. الصلاة يعني بتكبيرة الإحرام وبالركوع وبالسجود وبالتسليم، وإيش لازم تقول وكيف لازم تسوي، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلازم نصليها في وقتها، وطبعا لازم تتوجه للقبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وأكيد قبل كل هذا لازم تتوضى وتسبغ وضوءك. والمصيبة لو ما صليت في جماعة إذا كنت من أهل السنة، أو كنت من الشيعة لكن ساكن في بلد يطبق في ولاية الفقيه، فالنبي يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. غير أنها فرض عليك، يعني أنت مطالب بها. فالصلاة في الإسلام إجبارية ومش اختيارية، فرض واجب على كل مسلم ومسلمة من عمر 7 سنوات، ويضرب عليها من عمر 10 سنوات. يعني تكون كافر بالإجماع لو تهاونت عنها أو تركت ولو فرض واحد منها. فالعهد الذي بيني وبينكم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وهذا كلام نبي الإسلام، يعني الموضوع جد ترى، مش لعبة. فالله ما يتنازل عن حقه في الصلاة، وحتى لو كنت مريض أو على سفر فلازم تصليها، وإذا كنت ما تقدر تصلي وإنت واقف فهذا مش عذر، لأنك تقدر تصلي وإنت جالس، وإذا كنت ما تقدر تصلي وإنت جالس فتصلي وإنت مستلقي،
وإذا كنت ما تقدر تصلي وأنت مستلقي فتصلي حتى بإصبعك، وإذا ما تقدر تصلي بإصبعك فصلي برمش عينك، يعني وراك وراك ودين عليك وأنت ملزم تسدد لله. لدرجة إن اللي يموت عند الشيعة وعليه صلوات من مرض سابق ومات قبل يصليه، فتصوروا إنها تنتقل لابنه البكر ولازم يصليها عن أبوه، أو يدفع فلوس لشخص ثاني يصليهم بالنيابة عنه. فعشان كذا كنت بصراحة ما أشعر فيه بأي روحانية، لأني أصليها بس لأنها واجبة ومفروضة علي وأنا مغصوب عليها، وكنت أشعر بزهق وملل شديد وأنا أردد نفس الكلام وأعيد وأكرر نفس الحركات كل مرة أصلي فيها، وكأني روبوت آلي لدرجة طفشت. وتخيلت جاني الوسواس بسببها. فكانت صلاة بصراحة بدون روح ولا مشاعر ولا اشتياق ولا فرح، لكن نصلي لأنها فرض وبس. فكنت شايل كل هذه الخلفيات والمفاهيم معاي وأنا رايح بصلي مع القس. فلما سألني جاهز تصلي ونصلي مع بعض، قلت له نعم جاهز، لكن خلني أروح أتوضى وأتطهر أول وأجيكم. فقال لي يا عماد، مع المسيح أنت ما تحتاج تغسل جسمك وتطهر ثيابك، لكن الأولى تطهر نفسك من الشر بالخير، وتغسل قلبك من الكره بالمحبة، وتنقي روحك من التكبر بالتواضع، وتقدس عينك من نظرة الحسد والطمع بالقبول والرضا. فالمسيح مش حيكون سعيد وانت جاي له نظيف من بره، لكن للأسف داخلك متسخ وغير نظيف. ومع كذا حتى لو كان داخلك شر، فتعال وصله وهو يساعدك في علاجك منه، لكن اعترف لها بخطائك وحاول تتوب عنه. وبصراحة عجبني كلامه واستغربت من هذا التعليم، وشفته كلام جميل وحلو جدا ومنطقي. فكان هو يكلمني وأنا أسمع وسرحان في كلامه وكأني في عالم ثاني. فقلت له يعني المسيح يقبل الخاطئ يصلي لعادي؟ فقال بالعكس، إذا كنت على خطيئة فأنت أكثر واحد ينتظرك المسيح ويفرح بك. فالمسيح يقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. فالمسيح يحب الإنسان ويكره الخطيئة لأنه يريد رحمة لا ذبيحة. فقلت له يعني هو كان ينتظرني وفرحان إني جيت له، معقول؟ فذكر لي مثل أنقل لكم مثل ما قال لي من إنجيل لوقا الإصحاح 15. يقول المسيح فكلمهم بهذا المثل: من منكم إذا كان له 100 خروف فأضاع واحد منها لا يترك 99 في البرية ليبحث عن هذا الخروف الضائع حتى يجده؟ فإذا وجده حمله على كتفيه فرحا، ورجع إلى البيت ودعا أصدقاءه وجيرانه وقال لهم افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضائع. أقول لكم هكذا يكون الفرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من الفرح ب99 من الأبرار لا يحتاجون إلى التوبة. الله 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 الله. الصراحة إني تأثرت كثير بسبب هذا المثل، وشعرت إن قلبي امتلأ محبة وسلام وفرح، وصرت متحمس أكثر أصلي لهذا الإله اللي حبني وانتظرني حتى قبل أجيه أو أعرفه. فسألت يعني أنا جاهز أصلي الحين؟ فقال نعم جاهز. قلت له أجل يلا قام خلينا نروح نصلي. فضحك. قلت له خير ايش فيك يعني؟ قالوا ليه ما نصلي هنا؟ فقلت له يعني مش المفروض نصلي في جماعة أو نروح الكنيسة؟ فقال أبدا،
أنت تقدر تصلي في أي مكان تحب. تحب تصلي في البيت، تحب تصلي في الشارع، تحب تصلي في السيارة، تحب تصلي في العمل، حتى في غرفتك وعلى سريرك تقدر تصلي للمسيح، وفي أي وقت تحب. حاب تصلي في الليل أو في النهار، أو حاب تصلي في الظهر أو في العصر، براحتك، وفي أي وقت تحب، وفي أي اتجاه تختار بعد، شرق، غرب، شمال، جنوب، براحتك. فالله موجود في كل مكان وفي أي وقت. وعلى فكرة ترى مش شرط تصلي للمسيح في جماعة. وذكر لي الآيات هذه، أذكرها لكم من إنجيل متى الإصحاح 6: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق الباب وصل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وأنا هنا الحقيقة ما استوعبت يعني كيف أصلي له وقت أحب، وإن الصلاة مش فرض واجب. فضحك ثاني، ضحك القصة الله يباركه، وقال لي لا، الصلاة مش فرض عليك، الصلاة علاقة وتواصل بين المؤمن وربه. فمفهوم العبودية تغير في المسيح، وتمتعنا بالبنوة في العهد الجديد، واللي يعتبر تغيير نوعي في علاقتنا بالله. يقول المسيح في بشارة يوحنا 15:15: لا أعود أسميكم عبيد، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء، لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. فإذا كانت الصلاة فرض وأنت مجبر عليه فبلاها أحسن، لكن تصلي لله وأنت حاب تكلمه وتتواصل معاه من قلبك ورغبة منك في علاقة معاه، فتصلي وأنت مشتاق له. وهذه هي المسيحية، علاقة شخصية بين الإنسان وربه. فتخيل تحب واحد وأنت مجبور عليه وغصب عنك، وما عندك خيار غير تحبه، ولازم يحضرك تحضير عسكري، وفي وقت معين، وبطقوس معينة، وبكلام معين، وفي مكان معين. فأكيد ولا بد بيتحول هالحب إلى كره، وبيتحول الاشتياق إلى ملل، وبتروح له صراحة ثقيل ومتكاسل وغصب عنك، ومستني بس تخلص وتقوم. وبصراحة ما أخبي عليكم، هذا اللي كان يصير معي بالضبط أول. فرجعت فسألته، يعني أفهم إن ما في كلام بعيني يحتاج أحفظه عشان أكرره في الصلاة المسيحية. فقال لي لا، لأن المسيح يقول: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. والكلام بصراحة منطقي، لكن أنا هنا احترت، طيب إيش بقول إذا بصلي؟ فقال لي: كلم الله مثل ما تكلمني، عبر له. عجيب، شلون؟ أعبر له؟ إيه، عبر له، عبر له عن أي شيء في نفسك. فرحان صل وقل: يا رب أشكرك ومجد اسمك، أنا اليوم فرحان وسعيد بكل نعمة أنعمت علي فيها. زعلان صل وقل: يا رب أنا اليوم حزين ونفسي منكسرة، وقل له السبب واطلب منه يملأ قلبك فرح وسرور. طيب أخطأت، هم صل واعترف له بغلطك، وأعلن له توبتك، واطلب منه يسامحك، وإذا محتاج شيء أنصحك تصلي له. صلى له وقل له احتياجك، وتأكد إنه ما راح يقصر معك أبداً، لسبب رئيسي، إنك ابنه. نعم، ابنه. يقول المسيح
فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب الخيرات للذين يسألونه. وبعدها بدأ القس يصلي وقال: أبانا الذي في السماوات، أشكرك من أجل محبتك وكرمك. وشكر الله ومجده وصلى لي بالبركة والأهل بيتي بالخلاص. فشدني كيف كان سعيد وفرحان وهو يصلي. فلما خلص وسألته عن سبب الفرح والسرور والأهم الاستمتاع في صلاته، قال لي: لأن الله يقول أعبد الرب بفرح، ولأني أصلي إلى حبيبي اللي أنا مشتاق أتواصل معاه، فأكيد حكون مستمتع في وقتي معاه. فصلي للمسيح يا عماد وانت مسرور وفرحان، فأنت تكلم أبوك السماوي. بالحقيقة كنت أسمع كلامه وأنا مذهول ومستغرب كيف أقدر أصلي بكل بساطة ويسر وارتياح وبدون خوف أو ملل أو تكرار، والأهم ولأول مرة أصلي بإرادتي ومش غصب عني. شعرت وأنا أصلي لأنه قريب مني ويسمعني ويحبني ويعرفني ويشعر فيني. شعرت أنه كان موجود معانا، فهو يقول: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. كانت صلاتي الأولى للمسيح تجربة جميلة أخذتني إلى عمق جديد في علاقتي مع السيد المسيح، وتعرفت عليه أكثر، وشعرت أني تحررت من قيود كثيرة وأنا أصلي له. إخواني، المسيح ما زال ينتظر خرافه الضالة بكل محبة واشتياق، وأنا أشجعكم اليوم تجربون تصلون لهذا الإله العظيم يبين لكم حقيقته. فصلي وتأكد إنه يسمع، صلي وتأكد إنك ابنه وهو أبوك السماوي، صلي واستمتع بعلاقة خاصة مع خالقك، صلي بحرية وبمحبة وسعادة واشتياق وفرح، صلي لأنك محتاج تصلي. وفي الختام أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من تجربتي في صلاتي الأولى مع السيد المسيح. ويا هلا ومرحبا فيكم، واشوفكم في حلقة جاية على خير. سلام المسيح معكم. مشاهدينا الكرام، أحييكم بتحية المسيح المليانة نعمة وفرح وسلام. نعمة وسلام المسيح معكم جميعا. في هذا الفقرة الجديدة من روائع الإنجيل العظيمة هنتناول فيها يوم أن التقى المسيح مع واحد أبرص. تعالوا سوا نقرأ من هذه الآيات المباركة كلمة الرب اللي تقول: ولما نزل المسيح يعني من الجبل تبعته جموع كثيرة، وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد إذا أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فطهر. وللوقت طهر برصه. فقال له يسوع: انظر أن لا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم. متى 8 لآيات من 1-4. كثير من الناس يخربطون بين البرص والبهاق. البهاق هو مرض جلدي وراثي ولكنه مش معدي، لكن البرص هو مرض جرثومي يسبب نوع من البكتيريا الفطرية من نفس نوعية الميكوبكتيريوم، وهو نفس المجموعة الجنس البكتيري اللي يسبب السل. بمعنى آخر، مرض البرص هذا معدي، وعليك أنك تتخيل أيام المسيح أكيد ما كان له علاج، مثل مرض الإيدز هذه الأيام. وتلاقي الناس يطردون اللي عنده برص ويرمونه بالحجارة عشان يبعد عنهم، وممنوع عليه يدخل دور العبادة أو يخالط الناس عشان لا يعديهم. بس أبغاك تتخيل كيف تكون نفسية هذا الإنسان اللي عنده برص وهو منبوذ مكروه وما حد وده يتكلم معه أو يخالطه
أو يسلم عليه أو يلمسه علشان لا ينعدي منه. جاك هذا الأبرص للمسيح وسجد له وقال: يا رب أنت تقدر أنك تشفيني، ولكن أنا راضي بمشيئتك. فراح المسيح لمسه بيده وقال له: نعم أنا أبي أشفيك، فطهر. وبهذيك اللحظة طهر وزال المرض من الأبرص. هذا الإنسان المنبوذ اللي ما حد يجي يلمسه علشان لا ينعدي، المسيح لمسه وشفاه. الدروس العظيمة اللي نخرج فيها من هالقصة: واحد، مهم جدا أن نخضع لإرادة الله في كل شيء. الأبرص قال للمسيح: يا رب أنا أريد أن أطهر، يعني أنا عارف يا رب أنك أنت تقدر تشفيني، ولكني راضي بمشيئتك. فلازم تسلم مشيئتك لله، هو ربنا يقدر بس أنا راضي بمشيئتك. اثنين، حنا نعرف شيء مهم عن الله، وأنه إلهنا يحبنا ويبي يشفينا. هذا مهم خصوصا لما نكون خاضعين لإرادته ومسلمين حياتنا له. ومن المهم أن نخضع لطريقة الله نفسه وتوقيته، مش يعني تجيب أنت الحل والتوقيت، لأنه لو عندك حل وتوقيت ليش تجي لربنا وتطلب مساعدته. لكن مهم أنك تخلي ربنا يتصرف حسب إرادته وتوقيته في حل التحدي اللي تواجهه وتصلي من أجله. ثلاثة، إذا كان البرص يرمز للخطية، فالخطية تخلي الإنسان منبوذ ومرفوض من المجتمع. أنت كمسيحي لزوم تشوف هذا الخاطئ بعيون الله. كيف ربنا لمس هذا الأبرص وشفاه؟ أنت تسوي مثله وتعترض طريق الخاطئ هذا وتكلمه عن المسيح علشان يتوب ويقبل المسيح بحياته مخلص شخصي. بس حابب أنه أنبه لنقطة مهمة جدا، وهي أن كل واحد مش مسيحي يعتبر خاطئ، لأن الخطأ هو الانحراف عن الهدف. هذا هو الخطأ، يعني اللي هو المسيح مخلص البشرية، لأن الكل أخطأ والكل محتاج لمجد الله. رومية 3:23: ولا أحد يأخذ كلامي على أساس أنه الخاطئ هو اللي يزني ويسرق ويقتل، لأن كلنا خطأ مثل هذا الأبرص. لكن لما لمسنا يسوع المسيح بروحه القدوس اطهرنا وصرنا من أتباع الحق، من أتباع الطريق يسوع المسيح، له كل المجد. آمين.